يكون اليوم. اليوم يفترض انه يتوج احد الفريقين. لهلا الميادين عم يتجه اكثر واكثر ليحسم اللقب للمره الاولى بتاريخه بالنسخه التاسعه. اما بانكو فيروت بده يحاول كل شيء عنده يعمل كل شيء عنده لحتى يقدر يحافظ على لقبه، اللقب الثالث على التوالي. بحال فاز اليوم بيكون عم يسجل لقبه الثالث على التوالي من اصل 3 مشاركات. الحكم عم يطلب تنشيف ارض الملعب بهالاثناء، وايضا رح يكون مع تصويت على تويتر على @LBCISports مين برايك من هو فير بلاي صاحب فير بلاي اوورد. بانك اوف فيروت فير بلاي اوورد. بنذكر هالمباراة عم تستكمل بعد ما كانت توقفت نهار السبت بسبب اشكال بسيط بالمدرجات، ولكن الحكم فضل انه ما يكفي بغياب القوى الامنية، لذلك عم تلعب بدون جمهور للاسف. الطعم الرائع وهون على السيسي طابته بعيدة للاوت. مثل ما عم نشوف على طرف الشاشة يعني ابراهيم حجاتي لابس احمر بوظيفة حارس مرمى، ولكن عنده مهمة مهاجم عم يخرج ويدخل بداله قشطة الحارس الاساسي عندما بتكون الطابة مع الميادين، ولكن عندما بيستعيدها بنك اوف بيروت رح يرجع يفوت حجاتي مثل ما عم نشوف هلا ليصير عدد 5-4 ويحاولوا يسجلوا ويردوا الفارق يعدلوا. ليش لا نروح لاكسترا تايم بشوطين اضافيين مع 5 دقائق لكل شوط. علي السيسي برد لعند على الخمسة وخطأ على الميادين، الخطأ الثالث على الميادين. ما بدنا ننسى انه بنك اوف بيروت معه 5 اخطاء، حيلا خطا رح يكلفه ضربه حره مباشره بدون حائط عن مسافه 10 متر او اقل. احمد خالد الدين ضغط من الميادين تلعب لعند علي السيسي مقطوعه بالثواني الاخيره. قاسم حصان بيقطع الطابه. بنرجع بنقول للاسف كان يفترض يتوج احد الفريقين نهار السبت وامام جمهور كثير كبير. احمد خير الدين من بعيد تسديده سايقه، ابراهيم حجاتي عم يخرج يدخل بداله ايضا الحارس حسين همداني. مقطوع الطابه دائما مع بنك اوف بيروت. علي الدناش عم بمر حلو كثير وخطيره وجول. علي السيسي يا رائع، ولكن اروع من مهدي علامه حارس المرمى. ابراهيم حجاتي عم يرجع يدخل باور بلاي لعبة القوة 5-4، 5 مهاجمين على 4، أروع ما في الفوتسال باور بلاي. خلينا نتابعها كلنا سوا ونحضر ونشوف بالأرض وجول جول 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 من ابراهيم حجاتي. قلت لكم لعبة الباور بلاي ممكن ترجع تقلب الأوراق من أول وجديد. كانت سببت هدف بمرمى بنك اوف بيروت ليرجع بنك اوف بيروت يسجل. لعبة القوة سيف ذو حدين، ممكن تخرجك من المباراة ممكن ترجع ترجعك على المباراة. لهلا هدف بهدف 3-2 على النتيجة. بنك اوف بيروت الميادين، مين راح يفوز باللقب لهالموسم؟ هدف لابراهيم حجاتي عم يبقى على امان بنك اوف بيروت يلي بعدها بحديا. وجافيد جافيد جافيد البولدوزر تسديده مقطوع الطابه صوت على ارض الملعب. خالد ابو زيد بيروح بوبا رايجيفيتش، بوبا عم بمر على السيسي بيروح بوبا، ولكن مش لوقت طويل مقطوع الكره. وجافيد ليكو كل لاعب عم بيصارع على كل طابه بارض الملعب وكل سنتيمات على ارض الملعب. رفع على عبيد توصل على السيسي مقطوعه على السيسي كمان بوبا. ليكو المعارك الطحنه بوسط الميدان وطابه بتخرج اوت بوسيشن جديده للفريق الازرق لبطل لبنان بنك اوف بيروت. 5 دقائق و7 ثواني متبقي لنشوف مين رح يتوج. ممكن كثير نشوف شوطين اضافيين رح يحمل الاخطاء بنك اوف بيروت معه على الشوطين الاضافيين. اذا هدف ابراهيم حجاتي عم يرجع يقلص فيه السكور ل 3-2. شو بدنا من احلى من هيك لعبه؟ ما حدا في يعرف شو في على ارض الملعب، ما حدا في يعرف السكور كيف رح يصير. وابراهيم حجاتي بده يسدد والتسديدة على المرمى على المرمى. هدف من هون وهدف من هونيك، فرصة من هون وفرصة من هونيك. جافيد جافيد بيلعب بالعرض، جافيد مرة جديدة مقطوعة من انجلوت سريعا بيرجع بيستردها. هدف بيلعب بالعرض، سيسي بيلعب
عند عبد خير الدين. بانك اوف بيروت عم بيصارع بكل شيء عنده وبكل قواه حتى يجرب يمنع المواديل الاشطر لقب. مومنتوم رائعه لبانك اوف بيروت. ابراهيم حاجاتي بيلعب على الخمسه. مين راح يفوز بهاللقب؟ الله وحده بيعرف مين راح يفوز بهاللقب. خمسة على أربعة. كمان طبعاً بوصل على شفيت. سوداء هلا سوداء بيروت مين بيصدق إنه ثلاث محاولات متتالية راح تضيع على بنك بيروت بهالأسئلة كافي على الأرقام اللي بيقدر على المناديق والتايم سريع جدا اشطب. يدخل ابراهيم حجاتي وتابعوا معي تابعوا معي لحظات من الرعب مدتها 3 دقائق و50 ثانيه. احمد خير الدين احمد بيلعب لعب شفيت بالعرض شفيت سوء تنسيق سبرنت ليكو اللاعب الاحمر ابراهيم حجاتي اللاعب الايراني بيطلع مثل الصاروخ لبرا وبيدخل بداله اشطب حارس المرمى كريم ابو زيد. كريم مقطوعه الطابة اوت والحكم محمد شمي حكم لبنان الدولة عم يعلن اوت لمصلحة بنك اوف بيروت. التصويت على ال سي اي سبورتس على بنك اوف بيروت فير بلاي اوورد. احمد خير الدين ابراهيم حجاتي حساسيتهم ومهدى علامة وبالاثناء كيب اللاعب الكولومبي انجيلو انه يسجل بالمرمى الفاضي. ابراهيم حجاتي لا علي الخمسة عم يتلعب بالنار علي الخمسة عم يتلعب بالنار المرمى فاضي. توصل لعند حاجاتي منه لجافيد جافيد خطير بيلعب لعند حاجاتي مقطوع الطابة شغل كتير كبير عم يعمل دفاع الميادين ليحمي مرماه ويحمي معه اللقب الأول لإله ولكن أعصار بنك أوف بيروت ما عم يوقف ولا لأي ثانية. ليكو التعطش للقب الثالث قديه عم بيكون عند بنك اوف بيروت. احمد خير الدين بيلعب لعند جافيد بيلعب لعند حجاتي جول واو يا جافيد واو يا حجاتي وصراع على الكره بيحسب علامه وبشوطها على المرمى ولكن علي الحمصي شوف الجمهور خارج الملعب عم يطلب يفوت ويدخل الى ارض الملعب ولكن قوى الامن عم تمنعه. نرجع على ارضيه الميدان على هاللعبه الرائعه الحماسيه الخطيره والطابه بتخرج للاوت. 34 ثانية سقوط مهدي علامة على أرض الملعب. حسن زيتون عم يطلب منه المدرب يخرج عم يدخل بداله قاسم عصان اللاعب الخبير والمدافع الرائع كابتن منتخب لبنان قاسم عصان. هون عم نشوف سقوط مهدي علامة على أرض الملعب. نرجع نذكر هالمباراة اللي عم تستكمل بين الميادين والبنك اوف بيروت المباراة الخامسة الحاسمة بـ XXL Energy بطولة لبنان لكرة الصالة يلي بنرجع منعيد للأسف هناك مين بده إنه هاللعبة ما تنجح ولكن هاللعبة هالموسم نجحت والموسم المقبل رح تنجح أكثر. بنوعد كل عشاق الكرة إنه لعبة الفوتسال يلي مستقبلها باهر على الرغم من كل يلي صار
راح تبرع أكثر وأكثر. كيف لا وهي لعبة حماسية جدا، كيف لا وفيها كل عناصر السوسبنس والمفاجآت. واحدة منهم عم نشوفها حاليا لعبة القوة، وواحدة منهم كمان عم نشوفها حاليا الخمس أخطاء المتراكمة واللي معقول يخسر فريق وتربح فريق. بوبا رايجوفيتش أمام جافيت رايجوفيتش، جول 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 بسجل. ومهدي علامي عم يتلقى الانذار، وبنك اوف بيروت كل بنك اوف بيروت عم يعترض عند الحكم محمد الشامع على لمسه اليد، كان عم بيطالب منه انه الكره لمست بوبا رايجوفيتش. بعد في دقيقتين و24 ثانيه مين رح يقدر يحسم المباراه؟ هو حدا يفكر المباراه انتهت، ما في شيء معروف بحيال لحظه. بنك اوف بيروت في سجل هدف واثنين وثلاثه واكثر او يتلقى كمان عدد كبير من الاهداف بالعرض. جافيت مقطوع الطابه، جافيت بريس، جافيت الخطا، الحكم يعطي خطا بيعطي اوت، حكم عارف انه هناك خمس اخطاء على بيك اوف بيروت. راح يستفيد الميادين من ضربه حره مباشره من دون حائط، بترجع الطابه لعند علي الحمصي. علي اللي عم يتساءل ليش بيك اوف بيروت بلش هالماتش بباور بلاي، لانه عليه خمس اخطاء والتسديده خطيره كثير كانت من علي السيسي. دقيقة 55 ثانية بتفصلنا عن انتهاء المباراة وممكن عن انتهاء فقط الوقت الأصلي. أربعة الميادين، اثنين بنك اوف بيروت. الميادين رجع من بعيد، من بعيد كثير، عندما كان متأخر بالسلسلة 2-0 قدر يرجع يعدل السلسلة، وهلا عم يتقدم بالنتيجة بالمباراة الثالثة الحاسمة. مصطفى سرحان بيلعب لورا مقطوع الطابة الميادين انه يضاين فيها وستار من ثانية على باكو فيروت يشهل ليسجل الاهداف. ابراهيم حاجاتي لعند علي الحمصي، علي علي والسيسي لحظات من الرعب على ارض الملعب، من الرعب. حاجاتي عم يتلقى الكرة عم ينبشه على جافيت، كبرت لعند حمصي منه للسيسي، سيسي سيسي بيلعب بالعرض لعند امين مقطوع الطابة والجول فاضي والجول فاضي والجول فاضي وجول جول 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 جول. الهدف الخامس على الميادين عم بضيع، والتايم اوت لبيك اوف بيروت على بعد دقيقة و19 ثانية. شو بده يعمل المدرب بيجان جيدوفيتش ليحاول يسجل هدفين ويعدل الارقام ويحافظ على اماله بالاحتفاظ باللقب؟ دقيقة 19 ثانية تابعوا معي بعد التايم اوت شو رح يصير. هاشتاج بيبوب على تويتر، اعطونا رايكم بهالمباراة اللي عم تستقبل المباراة الثانية، وايضا اعطونا رايكم بلعبة الفوتسال، واذا كان بدي اعجبكم وتعطونا رايكم باكسبسال انرجي في الثاني هالموسم على تويتر. اخر دقيقة و19 ثانية، هل رح تكون اخر دقيقة و19 ثانية من هالبطولة ولا رح نروح لعشر دقائق زيادة؟ تنطلق المباراة بدقائق الأخيرة. مصطفى سرحان لعند حاجاتي، حاجاتي يا حاجاتي يا حاجاتي، مش هلأ وقت تضيع هيك نوع كرات. هذا الشيء اللي عم بيقله مدربه بيجان جيدوفيتش. الميادين شو راح يعمل؟ بيلعب الطابة بعيدة لعند كريم أبو زيد، كريم كريم يخسرها سريعا. دقيقة 10 ثواني، 4-2 للميادين. إبراهيم حاجاتي تابعوا معي بيلعب لعند جافيت، جافيت البولدوزر اللاعب الايراني الرائع، كمان مقطوع الكرة وعلى السيسي واوت. 58 ثانية وبلش الميادين يقترب من حسم اللعب لصالحه على ملعب وعلى ملعب استاد فريق المطار يلي اليوم بده جمهور. اتخذت من باك اوف بيروت الطابة سريعا بخرجها قاسم حصان، ما حدا رح يسترجي يخلي الطابة معه، ما حدا رح يسترجي يخاطر
كمان على السيسي بيلعب لاعبين قابل الارض لكل حماس بدفاعات الميدان سريعه ترفس الكره تلعب لعند علي الخمسه 46 ثانيه على الخمسه والجول فاضي عم تلعب بالنار علي الخمسه عم ربش على زملائه علي دفاع مميز بالميادين علي السيسي علي السيسي بيلعب لعند الخمسه مره جديده الخمسه وبتضيع الكره وكمان الجول فاضي ابراهيم ابو زيد او كريم والجول او شو ضيعت يا مصطفى يا سرحان يا سنايبر ما في حارس جول 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 للميادين هدف البطولة هدف الموسم هدف اللقب الأول للميادين هدف رائع للميادين يلي عن طريق بوبرايتشيفيتش عن طريق الهاتريك الصربية عم يقتل باك اوف بيروت عم بحطم اماله ومهدي شفيط بفير بلاي مهدي شفيط الايراني البولدوزر بفير بلاي توقف اللعبه البيادين البيادين بطل لبنان لموسم 2015-2016 مبروك كثير كبير اللعب الاول وبعد طول انتظار البيادين وصيف الموسم الماضي عم بيفوز ويحقق البطولة بطولة XXL Energy بكرة اثنين لكرة الصالة فوتسال بموسمها ونسختها التاسعة الميادين إذا بطل لبنان لهالموسم مع مدرب المونتينيغري باسكوفيتش مع نجومه اللبنانيين والجمهور عم يدخل على أرض الملعب بهالأثناء الجمهور يلي ناطر برا عم يدخل إلى أرض الملعب ليحتفل مع فريقه الميادين بطل لبنان بهالموسم يلي كان متأخر بالسري وبالسلسلة 2-0 عم يقدر يرجع لبعيد بعيد كتير ويفوز بالسري 3-2 وأيضا هون الاحتفالات على أرض الملعب تنزل بالأسماء الميادين بطل لبنان عم يحتفل باللعب وعائلتي وكل شيء ومديرتي رانيا تامراز وخي جورج ميني مبروك حسن على هذا اللقب كمان عم نشوف ايضا اللاعب بوبا رايجوفيتش بوقت اللي عم يحتفل فيه الميادين على ارض الملعب عم نشوف اللاعب الصربي بوبا رايجوفيتش نجم هيدي المباراه اذا بوبا رايجوفيتش هو XXL Energy Player of the Game يلي راح يكون بمقابله معه بعد الصورة التذكارية طبعاً
يلي بلش يشرب اكس اكس ال بهالوقت عم بتم تتويج او احتفالات الميادين على ارض الملعب. سريعا بدي اخذ كلمه من بوبا رايجوفيتش. بوبا كونجراتيوليشنز جريت كومباك ان ذا سيريز افتر 2-0 لوس. Did you think you can win after 2-0 loss? Yes. You will see. You will see. This is very hard final. We lose 2-0 after 3-2 for us. Now I go to celebration all night. 24 hours I go to celebration with my friends. Congratulations, BOB team and my team. Congratulations, Boba Rajevic. إذن بهالوقت عم بتم الاحتفال على أرض الملعب ملعب السد. طريق المطار لتتويج البطل الميادين للمرة الأولى. إذن الميادين مع أيضا عم نشوف على أرض الملعب الاحتفالات بالنسخة التاسعة. الميادين عم يقدر يحصد اللقب ويمنع بنك أوف بيروت من احتكار اللقب لثلاث مواسم على التوالي. خليني أرجع أقول هارت لك كتير كبير لهالفريق الرائع بنك أوف بيروت يلي قدم موسم وايضا سيري نهائية رائعة جدا. ولكن الميادين كان عنده رأي آخر قدر يرجع من سيري 2-0 ليفوز 3-2 بهالأثناء. إذن تتويج على أرض الملعب الأستاذ هاشم حيدر رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم على أرض الملعب مع الكأس والصورة التذكارية مع فريق الميادين وأبطاله. وأيضا الأستاذ سيمون دويهي على ملعب السد طريق المطار يلي اراد الميادين انه تلعب على هالارض. اذا كاس اكس اكس ال ارجي بطوله لبنان لكره الصالات فوتسال موسم 2015-2016 للميادين ابطال لبنان للنسخه التاسعه. مبروك ميادين. اذا ميادين بطل لبنان للفوتسال لهالموسم. رح اجرب كون بمقابلات مع الرابحين بعد ما يكونوا عم بعيشوا احلى اللحظات بهالموسم احلى لحظات البطولة عندما بيكون الفريق تعب وتعب كتير عم يحصد باخر لحظات هالبطوله يلي اكيد رح ترجع الموسم المقبل بصخب اكبر بجماهير اكبر بمتتبعين اكبر بعد ما كان الموسم الاجمل على شاشه ال بي سي اي هالموسم. بعد الموسم الاجمل إذن على ال بي سي اي الكاس عم ترفع على ارض الملعب. اذا رح يكون هون امين السر سليم عواضه يلي ايضا تعب كثير ليوصل لهالمرحله وجميع الطاقم الفني والاداريين من الميادين على ارض الملعب عم بتم تتويجهم والاحتفال معهم بهالاثناء مع كابتن المباراه حسن زيتون. وايضا استاذ فادي نعمه رئيس نادي الميادين يلي حمل الكاس ايضا رح يكون اذا ببعض المقابلات. بعد المقابلات يعني لحين ما يكونوا احتفلوا بهذا الفوز الكبير. عاصم أوسان كابتن فريق الميادين والمدرب المونتينيجري فاسكو فويوفيتش اول مشاركه له ببطوله لبنان عم يقدر يحصد اللقب مع فريقه ومع نجوم الميادين يلي كان انهى الريجولر سيزون بمركز اول. إذن إلى جانب كريم أبو زيد أحد أبطال هذا الموسم أحد أبطال السيرين النهائية. كريم
رجعتوا من بعيد كتير، ما حدا كان متوقع أو قليل كانوا متوقعين أنه تقدروا ترجعوا بالسري بعد ما تأخرتوا 2-0. مبروك كتير كبير، شو رأيك بالسري الفينال وبالبطولة؟ صراحة يمكن هيدي أحلى فينال أنا بلعبها بحياتي، مثل ما قلت هيدا اللعب الأول لك كمان، مبروك 100% لو كتير مننا بالفريق، وما حدا كان متوقع من 2-0 نرجع ل 3-2، بس صراحة كل من فريقنا كانوا مع قلبهم وبدهم يلعبوا للموت ونرجع للسري، وكرمال هيك كرمال الجمهور اخر ماتش ونشبه نشكر الكل كرمالك قدرنا من وراهم يا رب الحمد لله. مبروك مبروك كريم، اذا احد ابطال الفوتسال بلبنان ولاعب ونجم منتخب لبنان كريم ابو زيد، كنا اخذنا رايه، رح جرب شوف اذا بقدر اخذ راي حدا اخر كمان من الميادين، نسرق لهم هيك بعض اللحظات من الاحتفالات. يعني هون بنك اوف بيروت بما انه ما قدر يفوز رح يكون البروس كافيه عم ينفرد بعدد الالقاب الثلاثه اللي قدر حصتها بموسم 2008 2009 و2010، الفريق الوحيد بروس كافيه اذا يلي قدر يفوز ببطوله لبنان للفوتسال 3 مرات. ايضا الى جانب كابتن فريق الميادين قاسم قصان يلي كمان عملت شغل كتير كبير، قدرت ترجع مع زملائك ترجعوا من الخساره 2-0 بالسري، شو الاسباب يلي رجعتكم لهون؟ الاسباب هي تعب 9 شهور مع الكوتش، الكوتش ما الكوتش ضل 9 شهور صبح ظهر عشيه يشتغل معنا، تقدموا علينا 2-0، ما كنا ابدا بدنا نرجع بالسيري كيف ما كنا عارفين، الحمد لله حطينا كل اللي عنا، اللاعبي رجعت وقفت على اشرايا ورجعنا ربحنا 3-2، الحمد لله شغل كثير من كل اللاعبي، بشكرهم كلهم، بشكر اداره الميادين وموظفين الميادين على الجهد اللي اعطونا اياه واللي قدموا لنا اياه، هيدا شعور، هيدي لحظه كثير حلوه بحياتي، شعور كثير حلو نحرز بطول لبنان من اقوى فريق مش بلبنان بس على الصعيد الاسيوي، بنك بيروت فريق كثير كبير، فريق كثير مهم عنده عناصر كثير مهمه، والحمد لله مبروك لنادي الميادين ولا اهل الميادين الثانيه، الحمد لله مبروك قاسم مره جديده. بهالاثناء كمان عم بتم الاحتفال مره جديده، و كمان رح يكون إلى جانب مساعد المدرب حسين غنام، يعني حسين مبروك كتير كبيرة، أكيد أنت تعبت مع المدرب ومع اللاعبين لحتى توصلوا الفريق لهيدي اللحظة، كيف بتقيم البطولة، كيف بتقيم السري؟ أول شيء يعطيك العافية، شكر خاص لكم لأنكم وكبتونا بالنهائيات وكبتوا البطولة كلها سوا، مثل ما شفت النهائي ما خلص من تاني جيم، تاني جيم نزلت كل العالم أنه السري رايحة للبي او بي، نزلنا ركزنا اشتغلنا على شوية أخطاء عندهم، عنا مدرب شوي جديته كتير وصلتنا لمحل بكتير محلات، بدي اتشكر اللاعبين أول شغلة بالدرجة الأولى وإدارة نادي الميادين على كل شيء قدموا لنا إياه، يعني ما قادر أحكي قد ماني مبسوط، وميرسي لك وميرسي للجهاز اللي كان عم بيواكبنا من ال بي سي، شكر خاص هن اللي وصلوا اللعبه لمحل كتير منيح، الشكر الاول لكم انتم اللي خليتوا العالم يشوفوا شو في فوتسال بلبنان، وان شاء الله السنه الجايه في سيزن حلو وعندنا اندر 18 كمان حلو. ميرسي لك إلي. شكرا لك حسين غنام مساعد المدرب بالميادين، ان شاء الله يعني كمان رح اخذ احد نجوم الفاينل، مهدي علامه حارس مرمى الميادين، ما بدي اقول بقى البديل لانه قدمت شغل كتير كبير، حليت محل طارق طبوش، وايضا ما كنت بتقل شان ابدا في كتار يمكن اعتقدوا انه رح تكون نقطه ضعيفه عند الميادين لكن اثبت العكس، شو شعورك؟ يعني الحمد لله هيدا اول لعب بالفوتسال يعني باخده انا ورفقاتي، انا من الميادين، انا لي 3 سنين انا اقدم واحد بالفريق، الحمد لله اجتني فرصه كان لي نصيب العب بالفاينل واخر ماتش هو الحاسم، ضغط كبير بس الحمد لله عملت اللي علي والله وفقني وبهدي هالفوز لعائلتي اكيد لكل العالم اللي بتحبني. طارق حدك كمان، طارق حارس المرمى كمان يلي تابعناه بالسيزن كله وايضا بالسري النهائيه، طارق عندما تلقيت البطاقه الحمراء بهيدي المباراه كنت عارف انه ممكن تخسر اللقب؟ يعني ما بكذب عليك، يعني بطاقه حمراء اي فريق اي لاعب صعب كثير وبتاثر كثير، خاصه انه كان سادس فول بينالتي جول، مهدي نزل بالماتش يعني في جول يعني من الحراس الكبير اللي ترجع تفوت بالجو دغري، والحمد لله كان ادى، ما في فرق بين حارس اول حارس، ما في حارس اول حارس ثاني، كلنا حارس واحد، وانت شفت ادائه كان توب. مبروك طارق، اذا هيدي الروح الرياضيه الكبيره بين الزملاء داخل الفريق، يمكن رح اخذ كمان بعض المقابلات على السريع،
ما بعرف مين بعد بيقدر يعطينا. ان شاء الله نقدر ناخذ انترفيو من مدرب الميادين فاسكو فويوفيتش وايضا احد منظمي البطوله لهالموسم. كنت عم اقول البروسكافي قدر يفوز بثلاث مرات، الصداقه 2011-2013، اول سبورتس 2012، بنك بيروت لابان 2014 و15، والميادين الفوز الاول له. خليني اخذ اذا المدير البطوله حسين ديب، بدي اقول لك مبروك حسين، مش لفوز احد فريقين انما واخيرا خلصت البطوله، ولكن الجميع يمكن ناطر بعد هالنجاح الرائع لكره الصالات بلبنان ناطر الموسم المقبل. كيف بتقيم الموسم ككل وشو بتقعد الجماهير للموسم المقبل؟ لا لا، نحن ما خلص الموسم، عندنا الجمعة الجاي الكوارتر فاينل الكاس، وعندنا كاس اللي حيكون حامي أنا بأكد لك. بدي أقول مبروك للكل، أكيد مبروك لألنا كلنا على المستوى اللي صار. شو بعد كتير قصص، يعني بعد كتير شغلات اللي حنسويها إن شاء الله بالمستقبل ابتداء من الموسم القادم بالتعاون مع أكيد الجميع وخاصة الإعلامية وال شركة النقلة. فأنا بقول مبروك، لا بدي انبسط للربح، صار عندنا بطل جديد بقوه بيستاهل يكون بطل، بس ما لنا مشكل يعني كمان حلو هذه لذتها، ما عندنا بطل عم بضل كل المواسم وخلص صرنا معودين عليه. الربح بيستاهل يربح، نحن بنستاهل نشوف هيك فوتسال الحمد لله يعني. يعطيك ألف عافية حسين ديب مدير بطولة لبنان لكرة الصالات، كمان المدرب المونتينيغري فاسكو فويوفيتش يلي رح نقدر ناخده هلا. Congratulations coach, very hard work after 2-0 loss in the first or the big at the beginning of the series. Did you expect you can return to 3-2 win? Sure. If I show my message, what I speak, if you see what I speak after 2-0 results from Banco Beirut in final Serie, you will see that I believe 100% in this moment. What was it? What did you tell the players? I tell we will win 3-2, sure, because we are a good team, we are a team with character, we work hard, and we show, we win three games continue, and we show that we are a strong team. Banco Beirut is also a strong team, but I'm new here. I don't know mentality of people. This is all problems for me, but how go time, I solve one by one problems and God give me to championship. Will you stay with Al Mayadin next year? We will see. I hope, say, I must speak with president and I'm ready to continue. Okay, thank you and congratulations again. إذن هذا المدرب المونتينيغري فاسكو فويوفيتش يلي طبعا قال انه هو لقى صعوبه بالتعرف الى عقليه اللبنانيه، ولكن عندما فهمها قدر يحصد اللقب وبيامل انه يضل مع الميادين الموسم المقبل. إذن يفترض لهون يكون انتهى لقائنا بهيدي المباراة وهيدي المباراة الخامسة الحاسمة. إذا لهون رح تنتهي تخطيطنا بعد ما كنا شفنا تتويج الميادين للمرة الأولى بإكس إكس إل إنرجي بطولة لبنان لكرة الصالات. مثل ما قال حسين ديب مدير البطولة إنه في بعد الكأس، ولكن البطولة انتهت. الفوتسال هاللعبة الرائعة رح ترجع تمتعنا قريبا، انطرونا إلى اللقاء.